القضية الفلسطينية وحل دولتين في صلب القمة المصرية الأردنية. ميسي يروج للسياحة العلاجية في مصر ويؤكد سعادته برؤية عظمتها. وماكماستر خيار ترامب المميز لشؤون الأمن القومي الأمريكي. حصاد إخباري جديد يأتيكم من أون لايف، أهلا بكم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية من الثوابت القومية التي لا يجوز التنازل عنها. تأكيدات السيسي جاءت خلال لقائه اليوم العهد الأردني عبد الله الثاني خلال زيارته للقاهرة التي استمرت عدة ساعات، حيث بحث الجانبان سبل التنسيق لكسر الجمود القائم في عملية السلام باعتباره ركيزة أساسية في جهود مكافحة الإرهاب. وقد اتفق الجانبان على استمرار اللجان العليا المشتركة وعلى متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها مؤخرا. يشكل التعاون الاقتصادي جانبا مهما من العلاقات بين مصر والأردن، ويبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 650 مليون دولار، غير أن القاهرة وعمان تسعيان للارتقاء بهذا التعاون من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة. مصر والأردن شريكان اقتصاديان أساسيان، فالبلدان يرتبطان بعدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى التي تشمل عدة بلدان عربية، كما تأخذنا الاتفاقيات التجارية بين البلدين إلى ديسمبر من عام 1999، حيث وقعت الحكومتان المصرية والأردنية اتفاقية للتبادل التجاري الحر بينهما، أعقب ذلك اتفاقية أغادير في عام 2004 وغيرها. التبادل التجاري بين البلدين تقدر قيمته بحوالي 650 مليون دولار، منها ما يقدر ب 450 مليون دولار صادرات مصرية، وكذلك حجم الاستثمارات المتبادلة، حيث تقدر الاستثمارات الأردنية في مصر بحوالي 526 مليون دولار من خلال 1579 شركة، أغلبها في القطاع الصناعي بنسبة 61%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 12%، ثم قطاع التمويل بنسبة 9%، بالإضافة إلى استثمارات أخرى في مجال السياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات. في حين بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الأردن حوالي 312 مليون دولار، تتمثل في مجالات النقل وتوزيع الغاز والنفط، ثم تليها الاستثمارات في قطاع المنتجات السياحية بنسبة 41.6%، ثم القطاع الصناعي بنسبة 5.7%، وأخيرا الزراعة ب.8%. العمالة المصرية في الأردن جانب آخر مهم يبرز العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، حيث يقدر حجم العمالة المصرية في الأردن حوالي 750 ألف عامل. وللعمالة المصرية دور كبير في الحياة الاقتصادية بالأردن، خاصة في مجالي الزراعة والإنشاءات. العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإن بدت قوية، إلا أن حكومتي البلدين تسعيان إلى مزيد من الارتقاء والتقدم، وذلك من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، حيث شهدت القاهرة في أغسطس الماضي اجتماعات الدورة الأخيرة 26
للجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيسي الوزراء، وقد انتهت بالتوقيع على 13 وثيقة ما بين مذكرات تفهم وبرامج تنفيذية وعدد من الاتفاقيات. وحول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الآن من رام الله الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب. مرحبا بك سيد جهاد. أهلا وسهلا. بداية سيد جهاد، الحديث عن العلاقات المصرية الفلسطينية التي تتميز بأنها ذات عمق استراتيجي تاريخي جغرافي عربي إسلامي وديني، ولا يمكن لأحد أن يغير من بوصلة العلاقات المصرية الفلسطينية. كيف ترى الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر وأيضا باقي الدول العربية والإسلامية لحلحلة الأزمة الفلسطينية، وأخيرا الحديث عن حل الدولتين بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة؟ يعني لا، الحديث حول المجهود المصري طوال السنوات الماضية وخاصة في الفترة الأخيرة لتثبيت الحقوق الفلسطينية هي جزء راسخ من الاستراتيجية السياسية المصرية، وأيضا هذا يرتبط بالعلاقة الوثيقة ما بين الجمهورية المصرية وفلسطين والشعب الفلسطيني والتضحيات المشتركة التي خاضتها مصر في هذا الجانب. وبالتالي حديث اليوم حول حل الدولتين أو الجهود المشتركة المصرية الأردنية لتحريك الجهود الدولية وأيضا لوضعها أمام الإدارة الأمريكية الجديدة باعتبار خيار حل الدولتين هو الخيار الأنسب للاستقرار في المنطقة، هذا يأتي في إطار الجهود المصرية العربية أيضا التي تقودها مصر بشكل رئيسي لحث المجتمع الدولي من ناحية، والإدارة الأمريكية الجديدة بحيث ألا تتناهى مع السياسة التي يطرحها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنتنياهو بأن يكون الجانب السياسي أو المفاوضات الثنائية ما بين فلسطين والإسرائيليين باعتبار. ولكن سيد جهاد، يعني نحن نرى أن النبرة قد تغيرت بعض الشيء بعد اللقاء الأخير لنتنياهو برئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأصبحت فكرة حل دولتين غير قائمة. هل ترى أنه من الممكن من خلال الجهود العربية والإسلامية أن نستمر في هذه القضية وهي حل الدولتين وليست الدولة الواحدة أو دولة الأبهارتايد كما يريد أو تريد إسرائيل؟ يعني لا، الفلسطينيون وأيضا العرب لن يخضعوا لوجهة نظر نتنياهو. ما زال ترامب أو الحكومة أو الإدارة الأمريكية الجديدة لم تأخذ حصتها أو فرصتها للحديث حول الموضوع السياسي في الشرق الأوسط، وأن التصريحات متناقضة في الوقت الذي يقول ترامب أنه غير مهم أن تكون دولتين أو دولة ويترك الأمر للطرفين للتفاهم، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنها تدعم أو أن الإدارة الأمريكية تدعم خيار حل الدولتين. لذلك المجهود العربي المصري الأردني وهما المعنيان الرئيسيين في تثبيت هذه الحقوق. نعم سيد جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من رام الله، نشكرك جزيل الشكر وعذرا لضيق الوقت. ومعنا ايضا حول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مباشره من العاصمه الاردنيه عمان الاستاذ طارق المومني نقيب الصحفيين الاردني رئيس تحرير صحيفه الراي الاردنيه. استاذ طارق اهلا بك، وكيف تتابع هذه العلاقات الممتدة والمستمرة فيما بين مصر والشقيق الأردن، وأيضا اللقاءات فيما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني؟ يعني هي لا شك أن العلاقات الأردنية المصرية ليست بجديدة، وتعزيزها وحرص دائم من قيادتي البلدين، والتنسيق المشترك هو أيضا جزء من الدور الذي تقوم به الأردن ويقوم فيه جمهورية مصر العربية إذا مختلف الملفات والقضايا الإقليمية. ولا شك أن التصورات والرؤى والمقاربات المصرية الأردنية هي تقريبا يعني متطابقة إذا مختلف القضايا الإقليمية، سواء فيما يخص عملية السلام وحل الدولتين أو الأزمة السورية أو فيما يخص ملف الإرهاب ومكافحته اللي هو دائما حاضر على جدول الأعمال. ولا شك أنه هذه الزيارة أيضا
لجلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية مصر العربية اليوم هي أيضا تأتي في إطار التحضير للقمة العربية التي تستضيفها عمان في نهاية مارس المقبل، وخصوصا في ظل التحديات والظروف والإقليمية التي يعني يعيشها العالم العربي، والتي تستوجب أيضا أن يكون هناك التنسيق على أعلى مستوى وأن يكون هناك التحضير بشكل دقيق حتى تخرج هذه القمة بما يأمله المواطن العربي على امتداد الساحة العربية. نعم، يعني أيضا من الثوابت القومية التي يتفق عليها البلدان مصر والأردن في نفس الوقت هو يعني قضية إقامة دولة فلسطينية وتكون عاصمتها القدس الشرقية. كيف تبدو التفاهمات في هذه النقطة المهمة؟ يعني القضية الفلسطينية يعني تعتبر هي لب الصراع العربي الإسرائيلي الآن. هي كما تعلم أنه مسألة حل الدولتين هو موقف عربي لكل الدول العربية، وهناك رأي واضح ومحدد في هذا الاتجاه، والرأي الأردني والمصري في هذا الاتجاه هو واضح ودائما التركيز عليه. وزيارة الملك مؤخرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاء الرئيس ترامب وأركان الإدارة الأمريكية الجديدة وهي تصوغ أيضا استراتيجيتها إزاء التعامل مع تحديات المنطقة، كان التركيز في هذا الإطار على أنه حل الدولتين هو الحل الأمثل والأصوب لحل الصراع العربي الإسرائيلي وضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لأنه لا يمكن أن يكون هناك أمن واستقرار إذا لم يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس. وأي مساس، كان التركيز اليوم واضح أنه أي مساس بالوضع التاريخي للقدس هو سيعرض المنطقة إلى تصعيد وإلى توتر غير مسبوق، وبالتالي يؤثر على السلم سواء في المنطقة أو في مختلف دول العالم، وينمي التيارات الإرهابية المتطرفة التي يعني لا تستثني أحد من توجهاتها ومن أخطارها. نعم أستاذ طارق، يعني بالإضافة إلى الناحية السياسية المهمة فيما بين مصر والأردن، تبقى هناك أيضا ناحية تجارية، هناك يعني تبادل تجاري فيما بين البلدين المهمين يبلغ 650 مليون دولار. يعني كيف تبدو هنا أهمية تعزيز مثل هذه التبادلات التجارية في المستقبل، زيادة أطر التعاون في الناحية الاقتصادية؟ يعني كما تعلم أخي الكريم أنه كان في العام الماضي هناك اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي يرأسها رئيس الوزراء في كل من البلدين الشقيقين، وهذه جزء من ما تم بحثه اليوم في لقاء القمة الأردني المصري، وأيضا في التركيز على الاجتماع المقبل الذي ستستضيفه عمان للجنة العليا المشتركة التي يتم فيها بحث كل الجوانب التي لها علاقة في العلاقات الثنائية. لا شك أنه هذا جزء ومحور أساسي في القمة الأردنية المصرية التي تمت اليوم، وهناك رغبة مشتركة من كلا الطرفين في ضرورة تعزيز هذا التعاون في مختلف مجالاته. ويعني مرة أخرى نقول أن الرؤى الأردنية المصرية المشتركة إزاء سواء قضايا المنطقة أو الرغبة في تعزيز هذه العلاقات أكثر وأكثر واضحة للعيان، وهناك رغبة حقيقية من كلا الدولتين في تعزيز هذه العلاقات، ونأمل دائما إن شاء الله أن تتطور، ونرى دائما أن العلاقة الأردنية المصرية هي نموذج للعمل العربي المشترك والرغبة الحقيقية من الطرفين في تعزيز هذه العلاقات وامتدادها على مستوى أوسع للعالم العربي كله. هو حقيقة هو المهم يعني في المستقبل كيف يمكن أن تفعل مثل هذه الاتفاقيات والعلاقات فيما بين البلدين. أشكرك مباشرة، كنت معي من العاصمة الأردنية عمان الأستاذ طارق المومني نقيب الصحفيين الأردني رئيس تحرير صحيفة الرأي الأردنية. إذن مشاهدينا الكرام نذهب إلى هذا الفاصل القصير، فانتظرونا لكي نواصل معكم الأخبار. أهلا بكم من جديد. أهلا بكم. وإلى سياق الحصاد الإخباري مرة ثانية، 8 ساعات عانق فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات التاريخ عندما لامس أحجار الأهرامات الشاهدة على أعظم الحضارات. وفي إطار حملة الترويج للسياحة العلاجية في مصر للقضاء على فيروس سي، أعرب النجم الأرجنتيني عن سعادته بوجوده في القاهرة مؤكدا أنها تتمتع بتاريخ كبير حاز على اهتمام جميع الدارسين للحضارات.
سعداء جدا ان انت معانا النهارده في القاهره. Muchísimas gracias. ايه انطباعاتك عن زياره الهرم؟ ¿Cuál es tu impresión en cuanto a la visita de las pirámides? La verdad que fue طبعا كانت حاجه بالنسبه لي حاجه روعه. ان انا قدرت ادخل ان انا اكون موجود قدرت اشوف العظمه البلد. اعتقد كانت لحظه بالنسبه لي كانت رائعه ان حتى الناس اللي كانت موجوده معايا كلهم كانوا موفر. ايه اللي عجبك في الهرم؟ ايه ملاحظاتك عنه؟ Lo que más te gustó en las pirámides. La verdad que todo, ¿no? كل حاجة إن أنا أقدر حتى أكون أدخل جوه وأقدر ألمس الحجر وأشوف الدنيا من جوه أشوف التاريخ إن الناس اللي عاشت هنا وكانت موجودة هنا كانت لحظة بالنسبة لي أكثر من رائعة. قبل ما تيجي هنا كنت حاسس إنه ممكن يكون بالعظمة دي وبالجمال ده؟ أنا جيت قبل كده سنة 2007 مع فريق برشلونة وتعرفت عليها لكن ما كانش عندي الفرصة إن أنا أدخل وأكون قريب جدا منها. أنا كنت عارف إنها عظيمة طبعا لكن المرة دي لا كانت كان عندي وقت أطول إن أنا أقدر أدخل. نتيجة الماتش ده كان كام كام؟ الريزولتاتو ديل بارتيدو لا مش فاكر النتيجة بالظبط. طب هل كان عندك اي معلومات عن الهرم قبل كده شفته في اي فيلم تسجيلي تابعت قريت عنه حاجه؟ طبعا شفت في المدرسه حتى وانا صغير بدات درست بعض الحاجات عن الاهرامات وعظمه التاريخ وكده لكن انا الافضل دلوقتي ان انا جيت شفتها حتى التاريخ العظيم بتاع الاهرامات فطبعا قريت كتير عنها. طبعا انت ما لحقتش تتفرج على القاهره بس ايه الملاحظه العامه اللي حسيت بيها من اول ما نزلت مصر؟ انا ما لحقتش خالص ان انا ان كل حاجه كانت شكلها سريع جدا وانا بتحرك لكن مهم جدا اعتقد انها بلد ليها تاريخ كبير انا اتمنى ان اعرفها بشكل اكبر. زيارة النجم الأرجنتيني ميسي إلى القاهرة حظيت باهتمام دولي كبير خاصة أنها تهدف إلى إنهاء معاناة الملايين الذين أصيبوا بفيروس سي. نعم فالرسالة كانت واضحة من النجم الأرجنتيني وهي الترويج لما وصلت إليه الأيدي المصرية من دواء منخفض التكاليف للقضاء على قوائم انتظار العلاج. كسفير لعلاج فيروس سي شايف انت وجودك كرجل مشهور ازاي انت بتفيد هذه الحمله الكبيره؟ كومو تو بوديس ابروفيتشار او ايدار ا لا جينتي بارا ساكار بروفيتشو دي دي تو كامبانيا. اتمنى اكون انا طبعا حاليا سفير نتعرف اكتر على المرض والخطوره بتاعته والناس تعرف ان انها علاج ان احنا ليه علاج مرض ليه علاج وانا فانا ملتزم جدا ان انا اساعد الناس كلهم اللي بيعانوا من المرض ده وان انا احاول اساعدهم على قد ما اقدر. سعادتك قد ايه ان انت بتحس انه الانتظار هيتوقف؟ محدش هيستنى الدواء بتاعه. No hay más gente que van a esperar que el tratamiento ahora hay menos posibilidad para esperar. ¿Cuál es tu sentimiento cuando ayudas en algo así? طبعا انا احساس سعيد جدا بالنسبه لي وكون عظيم جدا بالنسبه لي الناس انا عارف الناس كتير جدا محتاجه العلاج ده ان الطوابير هتتوقف مش تبقى بشكل طويل فاتمنى ان انا على طول اكون موجود ومستمر في مساعده الناس دي كلها انها تقدر تاخد العلاج المناسب. قد ايه الرياضيين اللي بيتفرجوا عليك في مصر وفي العالم العربي لازم يفهموا ان في دور اجتماعي للرياضي ولاعب الكوره؟ Cualquier lugar en el mundo tiene un papel importante, un papel social, es muy importante también. Sí, creo que estamos en una posición donde اعتقد احنا المكان بتاعنا المركز بتاعنا كلاعبين كوره ان احنا لازم نساعد الناس كلها يبقى عندنا الادوات المناسبه ان احنا نساعد بيها الناس كلها بالذات المحتاجه
lo puedo realizar y me siento muy feliz. واللي احنا بنعمله دلوقتي بنحقق ده وبنخلي الناس تانية انها تبقى سعداء ونحاول نرسم على انا فهمت انه مش بس ان انت بتروج للسياحه العلاجيه ولكن ايضا انت بتقدر انك تساعد الناس اللي مريضه بالمرض ده في الارجنتين وفي بوليفيا ايضا. احنا بنحاول في كل حته في العالم ان احنا نساعد الناس كلها، ان في ناس كتير في العالم بتعاني من المرض، ان هو في ناس كتير بتعاني من المرض ده في كل العالم، واحنا بنحاول على قد ما نقدر احنا نساعدهم للناس اللي محتاجاها. وفي احتفالية كبرى أقيمت في الهرم، أعرب النجم الأرجنتيني ميسي عن دعمه للحملة التي دشنتها مصر للقضاء على فيروس سي. وحظيت الاحتفالية باهتمام كبير وسط حضور وفود من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف وغيرها، وذلك تعبيرا عن دعمهم للسياحة العلاجية في مصر والاطلاع عن قرب على التجربة المصرية الفريدة بعد النجاح في القضاء على قوائم انتظار علاج فيروس سي. هذا وقد نقلت وكالة الأنباء ومحطات التلفزيون العالمية وموقع الفيفا نبأ زيارة ميسي للقاهرة، فيما تصدرت هذه الزيارة وجولة ميسي في منطقة الأهرامات اهتمامات وسائل الإعلام العالمية وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي. مثلما رسم البسمة على شفات الجماهير العاشقة لفنه الكروية، رسم النجم الأرجنتيني ميسي البسمة على شفات الآلاف من المرضى في العالم. هذا وقد أسس اللاعب الكبير منظمة ميسي الخيرية في عام 2007، كما اختارته منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة كسفير للنوايا الحسنة في عام 2010. Goes to Lionel Messi. دوما ما كان النجم الأرجنتيني الأشهر في عالم الساحرة المستديرة ليونيل ميسي حاضرا وبقوة في كافة ترشيحات اللاعب الأفضل على مستوى العالم، لكن الأروع هو حضوره في سباق من نوع آخر بين النجوم، إنه سباق النجومية في العمل الخيري والمواقف الإنسانية التي بقدر ما تلامس جراح المتألمين تغزو قلوب العاشقين لهذا النجم المتألق في سماء الرياضة الأشهر عالميا. ميسي لاعب فذ وهو من أفضل اللاعبين بل الأفضل في تاريخ كرة القدم بعد مارادونا الذي لم أرى أفضل منه، لكن ميسي يمتاز بأنه جعل من كرة القدم لغزا بحيث أضحى منافسوه من المدافعين يخافون منه ولا يتوقعوا ماذا سيفعل. أمل من كافة النجوم ككريستيانو وميسي ورونالدو القديم وهم لاعبون عظماء أن يتنافسوا خارج الملعب كما هو حالهم داخل الملعب وبنفس القوة في العمل الخيري، ولو أصبح الأمر كذلك ستكون هي أعظم مباراة لهم لأن الرابح فيها سيكون الأكثر احتياجا. عديدة هي المواقف الإنسانية الراقية لهذا النجم المتواضع، على غرار مساعدته للطفل فرانكو فاكوندا الذي كان يعاني من مشاكل خطيرة بالقلب، أو تحقيقه لأمنية الشاب ألفونسو غارثيا المصاب بأشد أنواع السرطان فتكا، وكذلك المسن ميغيل حين تمنى كل منهما رؤية ميسي. مع الأخذ في الاعتبار أن ميسي خرج من وضع اجتماعي متواضع حيث وصل إلى إسبانيا في سن صغيرة وكان في حاجة إلى المساعدة، فإن هذا هو ما يحاول أن يفعله مع الآخرين، وهذا لا يفعله مجبرا بأي حال، رغم أن ما لهذا من أثر طيب على صورته أمام جمهوره، إنما أعتقد أنه يستشعر هذا الأمر، وبالنسبة للعديد من اللاعبين فإنه أمر يشعرهم بالسعادة. أراد ميسي أن يكون عمله الخيري عملا مؤسساتيا من خلال دعمه لمشروعات إنسانية في مختلف مناطق العالم، فقد زار العاصمة السنغالية داكار للمساهمة في مكافحة مرض الملاريا، كما تكفل بعلاج ما يقارب 1000 مصاب سوري، فضلا عن تبرعاته للجمعيات الخيرية في دول أمريكا اللاتينية. ثم جاء تأسيسه لجمعية ميسي الخيرية عام 2007
تتويجا لهذا النشاط الخيري الذي آل على نفسه أن يخصص له جزءا مهما من وقته ودخله. تلك المؤسسة التي ركزت جهودها في مجالات ثلاثة: التعليم والصحة والرياضة، والتي من خلالها تم تشييد عدد من المشروعات الصحية والتعليمية والرياضية التي من خلالها تسعى المؤسسة إلى انتشال الأطفال والمراهقين من الوقوع بين براثن المرض والجهل والتشتت الاجتماعي. في اعتقادي أن ما يقوم به ميسي من خلال مؤسستي الخيرية انطلاقا من كونه قد وصل إلى قمة المجد، وباعتباره نموذج لناس كثيرين، له التأكيد على ارتباطه الحميم بماضيه والمكان الذي نشأ به والناس الذين لا يزالون بحاجة إلى المساعدة. لم يكن العالم العربي والإسلامي غائبا عن النشاط الخيري لمؤسسة ميسي، سواء من خلال مباراة كرة القدم الخيرية عام 2012 التي خصص جزءا من دخلها لصالح اللاجئين السوريين، أو من خلال حملات التطعيم وتوفير الرعاية الصحية للأطفال في مخيمات اللاجئين بلبنان والأردن. وها هو النجم الأشهر يساهم في حملة لعلاج فيروس سي بمصر. بقدر ما تمنح الجماهير حبها ودعمها وتقديرها لنجوم كرة القدم، بقدر ما تنتظر منهم أن يبادلوهم حبا بحب من خلال دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي ينبغي أن يكون دورهم فيها فاعلا ومبدعا بنفس الصورة التي كانت عليها إبداعاتهم في الملعب. وها هو ميسي ورفاقه من النجوم الساطعة يقدمون درسا للنجوم الصاعدة. حسين منصور لقناة أون تي في، مدريد، إسبانيا. والنجاح المصري في مجابهة فيروس سي كانت له أصداء إيجابية لدى المنظمة الدولية المعنية. وفي تصريحات خاصة لقناة أون لايف، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر دكتور جون جابور أن تجربة مصر في تعزيز التعاون بين وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني تعد نموذجا عالميا في سبل مكافحة عدوى فيروس سي. منظمة الصحة العالمية وخصوصا من بعدة أدوار وبعدة مراحل عملت يدا بيد مع وزارة الصحة والسكان لتعزيز التنسيق ما بين الوزارة وكافة الشركاء المعنيين بالقضاء على فيروس سي في جمهورية مصر العربية. منذ تولي معالي وزير الصحة والسكان الأستاذ دكتور أحمد عماد الدين راضي منصبه في وزارة الصحة والسكان، عمل على تعزيز آلية التنسيق بين كافة الشركاء المعنيين، وكان لمنظمة الصحة العالمية دور في هذا المجال لما تعنيه من دمج الوقاية والعلاج والتوعية في مجال واحد للقضاء على فيروس سي في مصر. كمان بالاحتفالية اللي كانت في 4 أكتوبر 2016 كانت منظمة الصحة العالمية موجودة على 3 مستويات: على المستوى العالمي، على المستوى الإقليمي، وعلى المستوى المحلي، بحضور المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية دكتورة مارغريت شان، وقالت بالحرف أن مصر تعتبر نموذجا يحتذى به عالميا بالنسبة للتجربة الرائدة اللي نفذتها للتخلص من فيروس سي في جمهورية مصر العربية. ولتسليط ضوء أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الآن الدكتور محمد أنور سليمان، رئيس وحدة الكبد والجهاز الهضمي بمستشفى المنيل الجامعي. مرحبا بك دكتور محمد. أهلا يا فندم، مساء الخير. بداية دكتور محمد، نريد أن نتحدث عن أنه إذا أردنا أن نعطي الدواء لابد وأن نشخص الداء أولا، ونحن نرى أن هناك جهود كبيرة حثيثة تبذلها مصر من أجل القضاء على فيروس سي، ولكن دكتور محمد لابد أن نشير إلى نقطة هامة قبل البحث عن العلاج، وهي ما هي الأسباب الحقيقية وراء انتشار فيروس سي في مصر؟ بصي حضرتك، هو يعني في عدة أسباب مشتركة زي ما هي موجودة في أنحاء مختلفة من العالم زي ما هي موجودة في مصر. يمكن السبب اللي أدى إلى زيادة ملحوظة في معدلات انتشار الفيروس في مصر مقارنة بدول أخرى الحملة، ودي الحقيقة يعني تشار ليها بعض أصابع الاتهام، هي كانت
الهدف منها هو هدف نبيل جدا، اللي هي الحملة اللي تمت في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي لمكافحة مرض البلهارسيا، وكان وقتها بيستخدم فيها بعض الأدوية اللي كانت بتستخدم عن طريق الحقن، ووقتها للأسف ما كانش متاح الحقن اللي هي بتستخدم مرة واحدة ويتم التخلص منها. قد يكون في بعض الأحيان يعني كان عملية تعقيم هذه الحقن كان بيشبه بعض يعني عدم الدقة أو الخطأ، أدى هذا إلى انتشار الفيروس. عشان كده نلاقي أنه المناطق اللي نجحت فيها الحملة بصورة كبيرة هي من أكثر المناطق إصابة بالفيروس، وخاصة في بعض المناطق في الدلتا وبعض المناطق في شمال الصعيد. بالإضافة إلى بعض الممارسات الطبية الخاطئة اللي ممكن تكون أسباب بتؤدي إلى الإصابة بالفيروس، زي بعض الأماكن اللي تفتقد إلى الشروط التي يجب توفرها في بعض العمليات الجراحية بتتم في مستوصفات ما بتستخدمش التعقيم بصورة جيدة، بعض العيادات بيتم فيها إجراء عمليات برضو ما بتستخدمش الاشتراطات التي يجب توفرها في تعقيم أدواتها، صالونات الحلاقة، بعض العادات زي الوشم وخلافه. كل دي أسباب أحيانا عدم الوعي باستخدام الحقن واستخدام الحقن لأكثر من مرة. كنا أحيانا نلاقي في بعض الأسر أنه ممكن يتم استخدام حقنة الفيتامين ما بين أكثر من فرد، ما بين الزوج وزوجته مثلا، فاستخدام أدوات الحلاقة ما بين الأب دكتور والأب. نعم دكتور محمد، يعني أخيرا إذا تم التركيز بالفعل على طرق التوعية حتى نتجنب هذه أو انتشار هذا المرض، ويتم يعني صرف يعني موارد مالية ومادية في هذا الإطار، سيكون أفضل بكثير من أن يكون هناك صرف بشكل مادي كبير على العلاج بعد انتشار هذه النسبة الكبيرة من انتشار هذا المرض. يعني أنا متفق مع حضرتك طبعا، ولكن لازم يكون ده بالتوازي مع حملات أخرى للكشف عن الحالات، لأن خلي بال حضرتك أنه ما تم علاجه حتى الآن يقل عن 1,000,000 شخص. في أكبر من هذا العدد موجود ناس عندها الفيروس ولكن هي لا تعلم بإصابتها بالفيروس، أو قد تعلم ولكنها يعني عندها نوع من الكسل أو نوع من التقاعس عن أخذ العلاج. فلازم يكون في حملات للكشف عن هؤلاء الناس وتشجيعهم لبدء العلاج، وخاصة مع توافر علاجات ممتازة بنسب شفاء تقترب من 100% بدون مضاعفات، بأسعار أصبحت في متناول شريحة كبيرة من الناس، ومن لا يستطيع تحمل تكلفة العلاج بيتم تدبير وسائل. نعم أخيرا دكتور محمد، يعني نتحدث في ذات السياق ولكن عن أمراض أخرى أيضا منتشرة في مصر وبعض الدول العربية، وهي أن هناك أموال باهظة بالفعل تصرف على مستشفيات لعلاج الأورام والسرطانات المنتشرة في الكثير من الدول. هل يعني إذا تحدثنا بشكل عملي بالأحرى أن يتم هذا الصرف على يعني التوعية بخطورة هذه الأمراض قبل أن تحدث أفضل بكثير من الأموال الباهظة التي تصرف على مستشفيات لعلاج السرطان والأورام؟ طبعا كلام حضرتك مظبوط، لأنه يعني لو خدنا في نفس المكان اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي، نعم، فيروس سي ال end stage أو آخر مرحلة بيوصل بها، نعم، مريض فيروس سي هو سرطان الكبد في، نعم، بعض الحالات بيوصل لسرطان، نعم، الكبد. دكتور محمد أنور سليمان رئيس وحدة الكبد والجهاز الهضمي بمستشفى المانيا الجامعي، نشكرك جزيل الشكر وعذرا لضيق الوقت. هذا وقد كان لوزارة الصحة عدد من الخطط الناجحة لمكافحة فيروس سي ولتوفير الخدمة الطبية للمرضى على امتداد محافظات الجمهورية. وأيضا من بين هذه الخطط التوسع في إنشاء المراكز العلاجية وإرسال القوافل الطبية إلى القرى والنجوع. الآن الزميلة شيماء كردي تعرض لنا المزيد من التفاصيل. شكرا لبنى وحساني. أهلا
بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة التي سوف نتحدث فيها على أهم الخطط الناجحة التي اتبعتها وزارة الصحة في إنشاء عدد كبير من وحدات علاج فيروسية تابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بهدف توفير الخدمة الطبية لمرضى فيروس سي على امتداد محافظات مصر وجمع البيانات على مدار شهور العلاج للتأكد من فعالية العلاجات الدوائية الجديدة وأيضا رصد الحالات التي لم تستجب للعلاج وتوفير علاجات دوائية أخرى مناسبة لحالاتهم الصحية. في أغسطس لعام 2014 كان عدد الوحدات العلاجية في مصر أنذاك 26 مركز، 5 بالقاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية، وأيضا 3 بالإسكندرية والبحيرة. كانت هناك أيضا 8 بمحافظات الدلتا كما تشاهدون مشاهدينا، و5 أخرى في محافظات الصعيد أو 6 بمحافظات الصعيد و4 بمحافظات القناة. من 2014 إلى نهاية 2016 تضاعفت هذه الوحدات أو المراكز العلاجية من 26 إلى 63 مركز علاجي موزعين كالآتي: 19 بالقاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية، و7 بالإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، كذلك مشاهدينا 18 بمحافظات الدلتا و11 بمحافظات الصعيد. أيضا هناك 8 محافظات بالقناة. إلى جانب ذلك مشاهدين تم إضافة 101 مركز للتأمين الصحي ضمن مراكز الفحص وعلاج فيروس سي. ساهمت هذه الخطة في توفير بالطبع الأدوية الحديثة لمليون مريض وإنهاء قوائم الانتظار حاليا. الآن مشاهدينا سيتم الاستفادة من الفرق الطبية المدربة لنزول القرى والنجوع للكشف على الحالات واكتشاف المصابين بهذا المرض وعلاجهم بخلاف جهود وزارة الصحة والجامعات في من وزارات وهيئات كثيرة تضامنت على مدارات السنتين الماضيتين لنشر حملات التوعية بالمرض مثل وزارة الشباب وكذلك وزارة التضامن الاجتماعي التي أطلقت مؤخرا حملة اطمن على نفسك. وكان هناك أيضا صندوق تحيا مصر والذي أقام عدد كبير من حملات الكشف المبكر وعلاج المرضى في الصعيد ومدن القناة، محافظة أيضا المنيا ومحافظة البحر الأحمر. مؤسسة الكبد المصري مشاهدينا التي تبنت حملة الكشف والعلاج في العديد من قرى الدلتا والجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد والتي أطلقت حملة للكشف المبكر على الأطفال، أطفال مرضى فيروس سي وغيرهم كثير. مشاهدينا أي مواطن مصري مصاب بفيروس سي ويحمل بطاقة رقم قومي يمكنه التسجيل على موقع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية كما تشاهدين مشاهدينا موقع www.nccvh.org.eg. كذلك مشاهدينا يمكن الحجز من خلال هذا الموقع لموعد وتلقي العلاج. أما عن سبل تجنب العدوى بهذا المرض فهي بسيطة جدا وهي طبقا لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية كالآتي: تجنب استخدام حقن أو أدوات جراحية كما تشاهدين مشاهدين فرش الأسنان والمقصات والأدوات الخاصة بالمريض، كذلك أدوات جراحية غير معقمة أو استخدام المقص وفرشة الأسنان وأدوات أمل أيضا الباديكير والتاتو والثقب الأذن. كذلك من أهم النصائح التي قدمتها وزارة الصحة هي غسل اليدين بالماء والصابون إذا لامست أي دم وتطهير أي جرح على الفور وتغطية هذا الجرح بضمادة، استخدام أيضا الماء والكرول لتطهير الأماكن والأشياء الملوثة بدم المريض بالطبع. التعامل اليوم مشاهدينا بين شخص مصاب بفيروس سي وآخرين لا ينقل العدوى مثل استخدام نفس الحمام والأكواب والباق وملامسة الشخصين ببعضهم البعض أو حتى التقبيل. كانت هذه مشاهدينا يعني أشياء بسيطة حول أهم تجنب هذا المرض وكذلك مكافحة هذا المرض وأهم ما قدمته وزارة الصحة لمكافحة هذا المرض. شكرا لطيب المتابعة. وهذا طبعا مرة أخرى نعود إليكم بعد هذا الاستعراض حول مكافحة فيروس سي الكبدي في مصر، ونواصل هذه التفاصيل حيث معنا الآن مباشرة الأستاذ مجدي حلمي المدير التنفيذي لواحدة من شركات السياحة المعنية بالسياحة العلاجية مباشرة. سيدة مجدي أهلا بك، وهنا نتحدث حول
يعني موضوع فيروس سي الكبدي وكيف أنه يمكن التخلص منه بسهولة، في نفس الوقت أيضا كيف يمكن استغلال زيارة نجم بحجم ميسي إلى مصر للترويج للسياحة العلاجية في مصر؟ اهلا يا فندم، مساء الخير. مبدئيا انطلاق كامبين لميسي من مصر ده في حد ذاته يعتبر ترويج هائل جدا للسياحه، للسياحه العلاجيه بخصوص. السياحه العلاجيه كانت بتحتل المركز الثاني بعد السياحه الترفيهيه او السياحه التاريخيه، فكون ان احنا نحيي نوع من انواع السياحه المهمه في مصر ده في حد ذاته ترويج هائل جدا لمصر وللسياحه في مصر. يعني هل السياحة العلاجية تحتاج إلى أدوات معينة؟ يعني نعرف مثلا أن هناك أدوات للسياحة الثقافية المتمثلة في المعابد، هل هناك أدوات يمكن أن تستخدم لاستغلال السياحة العلاجية في مصر؟ أكيد، إحنا في مصر كمان مصر من البلاد اللي بتتميز بمقاومات السياحة العلاجية. تاريخ مصر في السياحة العلاجية ما بدأش من أو حديث من السياحات الحديثة في مصر، لا خالص، هو نوع من أنواع السياحة القديمة جدا، وزي ما قلت لحضرتك كانت بتحتل المركز الثاني، فده إن دل على شيء يدل على إن إحنا بتتوفر لدينا مقاومات. وهب ربنا سبحانه وتعالى مصر بعدة عوامل تخلينا الحياة نبقى رواد وتبقى مصر البلد الأولى في السياحة العلاجية. هدي لحضرتك مثال، احنا كجو مصر، احنا جو مصر بيتميز انه جو جاف. الجو الجاف ده دايما بيساعد على قضاء الفيروس في فتره احتضانه، ده من الاشياء المهمه جدا ويمكن بعض الناس غافله عنه. عندنا من العوامل المهمه جدا المياه الكبريتيه. في بعض المدن في مصر فيها عيون كبريتيه بتزداد نسبه المعادن فيها اكتر بكتير جدا من اي عيون في العالم، ودي ميزه الحقيقه احنا بنتميز بيها. ثالثا احنا عندنا الرمال المشعة بنسبة إشعة مش مضرة خالص. مثال منطقة سفاجة، سفاجة الحقيقة تتوفر فيها ثلاث أنواع من الإشعاع الغير مضرة زي اليورانيوم، فيرانيوم والبوتاسيوم، وده الحقيقة بيساعد على التخلص من جميع الأمراض. مياه البحر الأحمر نفسها بتساعد على التخلص من جميع الأمراض الجلدية تقريبا، فمصر فيها كل المقاومات للسياحة العلاجية. يعني هدي لحضرتك مثال لمكان في سيوة، احنا في سيوة عندنا جبل يسمى بالجبل المقدس أو جبل الدكرور لأنه بيتميز بقوة شفائية عجيبة جدا، بيعالج معظم الأمراض الروماتيزمية، معظم الأمراض اللي بتصيب العمود الفقري. عندنا كمان بئر مياه اسمه كايجار. كايجار ده بير كده بنسبة المعادن فيه اكتر بكتير جدا من بير مشهور في دولة التشيك اسمه كاروم. الحقيقة التشيك دلوقتي دولة التشيك بتعد من الدول الأولى في السياحة العلاجية، مع ان احنا عندنا ضربت لحضرتك مثل بير كايجر في سيوة اللي هو مش بعيد خالص، ان هو بتزداد فيه نسبة الكبريت أعلى بكتير جدا من اللي موجود في التشيك. فالحقيقة احنا مش محتاجين خالص خالص ان احنا يبقى فيه مقاومات أو نبني مراكز، احنا الحقيقة ربنا واهب لينا مراكز طبيعية، فكون ان احنا نحييها من اول وجديد ده في حد ذاته شيء كويس جدا. واحنا كشركات سياحه كمان بيعد هذا النوع من السياحه نوع اساسي عندنا، يعني بيعد النوع الاساسي بعد السياحه الترفيهيه، ويمكن من اكثر الانواع اللي بتدر دخل حلو جدا، يمكن اكثر كمان من السياحه الترفيهيه. بيقصد مصر ناس كتير جدا من دول العالم بس للاستمتاع بالشواطئ والرمال، فده في حد ذاته يعتبر سياحة علاجية. هنا بقى يعني هل يعني نستغل هذه الزيارة لميسي زي ما قلنا يعني فيحصل نوع من أنواع التلامس ما بين شركات السياحة العلاجية الخاصة وما بين وزارة السياحة من أجل التسويق لهذا المنتج بصورة أكبر في الخارج، وخاصة أن يبقى عندنا خرائط لهذه الأماكن العلاجية اللي اتكلمت عنها حضرتك؟ طيب أنا بس في البداية أحب أشكر جدا 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 الشركة اللي ابتكرت الفكرة دي، أنا بعتبرها out of box، حاجة كرياتيف جدا إن هم يستغلوا نجم ليه شعبية كبيرة جدا زي ميسي. ميسي ليه تاريخ كبير قوي في الأعمال الخيرية الحقيقة، وأنا أعتقد إن ده good choice منهم. وزيارته لينا النهاردة من الأهرامات ده في حد ذاته بيطلق ترويج ودعاية لمصر الحقيقة ما كناش هنقدر نبذل فيها
مجهود اكتر من كده. لكن شركه برايم فارما الحقيقه لما فكرت في الفكره دي هم اوريدي دعوا المكاتب السياحيه في معظم انحاء العالم للترويج للفكره، وبناء عليه احنا كشركات سياحيه تقبلنا او استقبلنا هذه الاقتراحات من مكاتب تنشيط السياحه من وزاره السياحه بتفيدنا ان احنا نعمل برامج سياحيه هي عباره عن اسبوع في مصر، قضاء اسبوع في مصر 7 أيام 6 ليالي، هو هيقضي فيها في مصر، هيتناول العلاج، هنستقبله في المطار، هيعمل فحوصات، هنقعده في كايرو يزور الاماكن السياحيه، بعد كده ننتقل لمدينه سفاجه. زي ما قلت لحضرتك مدينه سفاجه تتمتع بالسياحه وده على فكره هو المهم، يعني احنا نستغل ميسي وكمان نستغل زيارات ايضا للرياضيين وفنانين. مثلا كان عندنا قبل كده داني جلوفر الممثل العالمي الهوليودي الكبير، اشكرك جدا. مباشره كنت معي الاستاذه مجدي حلمي المدير التنفيذي الواحده من شركات السياحه المعنيه بالسياحه العلاجيه. اذن مشاهدينا الكرام نذهب الان الى فاصل قصير، تنتظرون لكي نتابع معكم الاخبار. اهلا بكم من جديد. والى سياق الحصاد الاخباري مره ثانيه. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين الجنرال اتش آر ماكميستر مستشارا لشؤون الأمن القومية، وذلك خلفا لمايكل فلين الذي استقال مؤخرا. ووصف ترامب الجنرال ماكميستر بالرجل الذي يتمتع بميزات وخبرات رائعة، كما أيد السناتور الجمهوري جون ماكين سريعا اختيار ماكميستر ووصفه بأنه خيار مميز. ولمزيد من إلقاء الضوء أكثر حول هذا الموضوع معنا مباشرة الكاتب والصحفي دكتور أحمد سيد أحمد الخبير في الشؤون الأمريكية في الأهرام. مرحبا بك دكتور أحمد. أهلا. بداية دكتور أحمد، يعني تعيين الجنرال ماكميستر، إذن ما هي السيناريوهات التي تلوح في أفق منطقة الشرق الأوسط الآن بعد تعيين ماكميستر مهندس حرب الخليج؟ أعتقد أن هيربرت ماكميستر على خلاف المستشار الأمن القومي المستقيل مايكل فيلين هو يحظى بميزتين أساسيتين. الميزة الأولى أنه ليست له أيديولوجية سياسية صارخة كمايكل فيلين الذي كان له مواقف عدائية من الإسلام، واعتبر أكثر من تصريح أن الإسلام أيديولوجية قائمة على الدين، وهو ما أثار لغطا كبيرا حتى في داخل أمريكا وخارجها وفي منطقة الشرق الأوسط. أما ماكميستر فليس لديه خلفية سياسية، هو شخصية احترافية خدم في الجيش الأمريكي في حرب الخليج في 1991 وحرب الخليج 2005 أثناء الغزو الأمريكي للعراق، وبالتالي هو أكثر دراية بمنطقة الشرق الأوسط، ربما يعوض إلى حد ما النقص في الخلفية السياسية والمعلومات لدى الرئيس ترامب كرجل أعمال هو لديه معرفة سطحية بالمنطقة وتعقيداتها. ماكميستر قاد معركة في تل عفر في 2005 ضد تنظيم القاعدة، وبالتالي هو سوف يلعب دورا مهما في رسم السياسة الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية في محاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وحتى في سوريا، ومعرفة التركيبة الطائفية والتركيبة الديموغرافية المعقدة في العراق وكيفية التعاون مع كل هذه الأمور، وهو بما يساهم في على الأقل ترشيد وتوضيح وبلورة استراتيجية أمريكية على مخالفة لاستراتيجية أوباما التي لم تكن واضحة وكانت مترددة، بل ساهمت حتى في تصاعد نفوذ تنظيم داعش وسيطرته على أكثر من نصف العراق.
نعم دكتور أحمد، يعني وفق هذه الأيديولوجية التي تحدثت عنها منذ قليل لماكمستر، هل نستطيع القول بأن القرارات التي من الممكن أن يتخذها ماكمستر في الفترة المقبلة بشأن التدخل العسكري في بعض الملفات وخاصة في الأماكن الساخنة في المنطقة العربية كيعني فلسطين، سوريا، وليبيا واليمن؟ يعني عامة هناك اتجاه أمريكي عام منذ حرب الخليج الثالثة وغزو العراق وقبلها حرب أفغانستان، هناك اتجاه قوي في أمريكا بعدم التورط المباشر العسكري الأمريكي في الخارج، عدم إرسال قوات برية، وعدم الانخراط في حروب مباشرة، وهو المبدأ الذي انتهجه الرئيس السابق أوباما، ولأن هذه الحروب تكلفت كثيرا أمريكا من الناحية العسكرية ومن الناحية البشرية، وكانت الاستراتيجية البديلة هي فكرة إما الحرب بالوكالة عن طريق دعم أطراف إقليمية، دعم منظمات إقليمية مثلا في العراق، دعم الأكراد، دعم القوات العراقية، ثم الدعم اللوجستي والفني والخبرات الأمريكية من خلال الغارات الجوية لاستهداف مواقع هذه التنظيمات الإرهابية، وتهيئة الأرض والمكان لعمل القوات البرية العراقية. وبالتالي أنا اعتقادي أن نمط التدخل الأمريكي العسكري في مناطق في أزمات المنطقة سواء في سوريا وتحديدا في العراق هو سوف يمثل امتدادا بشكل أو بآخر لاستراتيجية الرئيس السابق أوباما بعدم التورط المباشر بإرسال قوات، ولكن فقط إرسال قوات للدعم الفني. الآن هناك في معركة الموصل وفي معركة تحرير الجانب الأيمن من الموصل. نعم نعم دكتور، يعني دكتور أحمد، يعني في معرض حديثك ذكرت أنه ليس له عداء بشكل أو بآخر مع بعض الدول العربية أو الدول الإسلامية كسلفه مايكل فلين، ولكن هل نتوقع من خلال هذا التفكير أو هذه الأيديولوجية أن ينعكس ذلك على قرار الرئيس الأمريكي الأخير بمنع حظر دخول عدد من بعض الأشخاص أو بعض من هم ينتمون إلى بعض الدول العربية الإسلامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أم لا؟ هل من الممكن أن يؤثر على الرئيس الأمريكي في بعض القرارات الخاصة بمنع حظر المسلمين؟ أعتقد أن اختيار ماكمستر سوف يعطي صورة أكثر وضوحا لترامب عن المنطقة وعن التشابكات الأمريكية وقرار حتى الحظر، يعني إضافة إلى الضغوط والقضاء ومنع قرارات ترامب وانتقادات حتى من جانب الجمهوريين ومن قطاعات كبيرة من المجتمع الأمريكي. أعتقد أن ماكمستر ربما يكون أكثر توضيحا للرئيس في ترشيد اتخاذ قراراته، لأنه يدرك أن حتى إدراج مثلا دولة مثل رعاية العراق هو أمر صعب في التنفيذ، لأن هناك علاقات مستمرة وهناك سفر متبادل بين العراقيين، حتى المسؤولين العراقيين، اللاجئين العراقيين، هناك سفر القوات أو القوات الأمريكية إلى العراق، وبالتالي من الصعب تطبيق كل هذه الأمور وقرار الحظر على دولة مثل العراق تحديدا، وفي ظل التشابك الكبير والوجود العسكري الأمريكي والتبادل المختلف والزيارات المتبادلة. وأعتقد أن ربما أن ماكمستر سوف يوضح للرئيس ترامب أيضا المقولة الراشدة أنه يجب أن يميز بين الإسلام كدين وبين الجماعات الإرهابية وبين الرعاية المسلمين. لأن نشكرك جزيل الشكر. كان معنا مباشرة الكاتب الصحفي دكتور أحمد سيد أحمد الخبير بالشؤون الأمريكية في الأهرام، نشكرك جزيل الشكر. وإلى هنا تنتهي معكم هذه الجولة في حصاد الأخبار، ولن يتبقى إلا التذكرة بأهم العناوين. القضية الفلسطينية وحل الدولتين في صلب القمة المصرية الأردنية. ميسي يروج للسياحة العلاجية في مصر ويكد سعادته برؤية عظمتها. ماكمستر خيار ترامب المميز لشؤون الأمن القومي الأمريكي. إذن مشاهدينا الكرام مستمرون معكم، شكرا لكم وإلى ملتقى.